اكثر حدا جود لوكينج بالاكاديمي حنان، انه هيك بريزونطاب حلوه ومرتبه وبغض النظر شو في بينه وبينه. افضل بيرفورمانس بستار اكاديمي شو كانت؟ هايدي اول برايم انا كلي ملكك، لانه كان اول برايم وما كانت تعرف شيء بالمسرح وقدتها بشكل كثير حلو، وكانت هو كان كتب له كثير حلو وكمغنى كان كثير حلو بالنسبه لي. اكثر استاذ بحبه بالاكاديمي هادي شراره، وبحبه لانه كيف بيتصرف معنا وكيف بينتقدنا والطريقه اللي بينتقدنا فيها ليحسننا، وهو ككاركتر وكشخص كثير بحبه. من الاشخاص اللي جيت على البرنامج كنت كثير مبسوط انه عم بتعامل معه كشخص، يعني انا وياه. اكثر تعليق من هادي شراره انبسطت فيه وقتها بيرفورمانس يا بنت السلطان، قال لي عنا استاذ، وكنت انا شوي هيك الان بس قال لي عنا استاذ، وكنت هو دائما عنده بطل السهره وكنت بطل هالبرايم، كنت كثير مبسوط وقتها هادي شراره وجه لي هالكلمه، وقليل بس يوجه هيك تعليق. افضل ايفال كان بالنسبه لي وقتها كان تعمل ايفال نوصل رساله من انسانيه، وتعملت شخص اعمى وغنيت ووصلت رساله، كان هذا افضل ايفال بالنسبه لي. كان عندي اثنين بس فرانس، في شخص بعده معنا وشخص فل، بدي اقول تحيه لايهاب، وهو ايهاب ومحمد عباس. محمد بعده معنا، هني كانوا اكثر اشخاص قراب علي. وليش؟ لانه كنا نفهم مع بعض، يعني كنا نساعد بعض بكثير امور ونحكي لبعض هون او باك ستيج او وين ما نكون، نكون نحن قراب لبعض. مثل ما صوتت انا لافضل ست فئات بستار اكاديمي، صوتوا لي على رقم واحد لارجع، وان شاء الله كفي المشوار صوت.